طيب جماعة، أنا جربت طبعا شايف الفيديو الأولاني، أنا جربت إيه الأيلاينر اللي هيطلع على عيني، وطلع الأيلاينر ده وعملته وعجبني جدا، فأنا قررت أن أنا هكمل اللوك. فيلا بينا نكمل اللوك. أنا مش مستعدة خالص، بس عادي هنكمل اللوك برضه مش مهم. أول حاجة هستخدم فاونديشن بورجوا، هو يعني بيفنش تقريبا، بس أنا فاونديشن ده بحبه جدا لاستخدامي الشخصي. ليه بقى؟ لانه مليان فيتامين. انا بلاحظ انا بحطه بصراحه بحس بشرتي بتتحسن يا جماعه، بامانه يعني مش بحسها، مش بيعود على بشرتي باي ضرر، تمام؟ فبحبه جدا صراحه، وزي ما انتوا شايفين خلاص بيفنش. اوكي طبعا خليكم فاكرين ان انا مكنتش مستعده، فاعذروني على اي حاجه فيها مش مظبوطه. اوكي بس انا بصراحه عجبني جدا بعد ما طبقت الايلاينر ده، دخل دماغي اكتر يعني بصراحه، حسيت ان انا مش همسحه ولا، عجبني. اوكي شايفين هو ازاي خفيف جدا على البشره. لا بصوا الفاونديشن ده انا بعشقه من زمان، يعني اي حد حتى كنت اللي هو بيسالني على حاجه يستخدمها للاستخدام الشخصي، اسمها لا مش عارفه اسمها ايه، يعني اي حد كان بيسالني ان هو عايز يستخدم فاونديشن ديلي ليه وشخصي، بقول له على الفاونديشن ده، لان بصراحه بالنسبه لي مثالي ومش مؤذي ابدا للبشره، دي اهم حاجه. استخدم كونسيلر لوريال درجه 332. في ايه بجد؟ في ايه بجد يعني؟ مش كده كونسيلر مصفر شوية، فهحط له نقطة كده من درجة تاني. بصوا دي الدرجة دي زبطت الدرجة اللي مصفرة شوية. هعمل حواجبي حاجه سريعه جدا، يعني مش هعمل مجهود اوفر فيها. كويسه حلو. شوية بكل هدوء كده، تليفوني فصل شحن عادي جدا، انا اللي هو ركبت الرموش وحطيت هايلايت بس في الجزئية اللي هي الفراغ دي. اوكي هتلاقي منظره طبعا افضل. اوكي عملت بقى كونتور وكده، كونتور ما استخدمتش كونتور، استخدمت الوان من باليت جيمس. بما ان العين ما فيهاش شغل كتير، هنعمل بقى لون حاجه زي كده، ولا ايه رايكم؟ استخدم اللون ده من لورد اند بري. اوكي